it's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Hey guys, صراحة بغينا نعتذر لأني بعد المرات فريمون كان عيق مي خليونا ندوي كان عيق بجيك خصك الخدمة وخصك تقرا كتوبة وخصك دي فورماسيون وخصك تقلب اونلاين وخصك تعلم تقلب إلا بغيتي دير شي حاجة في حياتك وما تبقاش غير ناعس وتخدم وفيق بكري وتقاتل. فريمون كان عيق مي ما راه فريمون اللي كيخليني ندير هاد الشيء هذا هو الغيرة. فهمتي لان تيبان لك واحد الشيء اللي ضايع ما عندوش الفورماسيون رغم ان الفورماسيون الصحيحه كاينه اونلاين مي ما عندوش الفورماسيون الصحيحه وما عندوش التوجيه الصحيح. وي بزاف ديال الدراري الحمد لله غيروا حياتهم وقدروا يديروا شي حاجه ولكن عاوتاني كاين واحد بزاف اخر لاكتاريه راه ما داروا حتى شي حاجه وهذيك لاكتاريه ما داروا حتى شي حاجه على حقيقه راه واخا دير اللي درتي راه غير 10% اللي ممكن تشونجي في الماكسيموم بوسيبل ديك 90% اللي ما دايره حتى شي حاجه راه ما خاصها والو. مابغيتش عاوتاني نقول الخدمه فيق بكري قرا كتوبه تقاتل ما تبقاش تقول صدقه عليك وما تبقاش تقول عطات هو راه خصك تبدل المايند سيت. فهمتي لان فريمون البارح جاني واحد ليمايل فريمون واحد الاخ قال لي اخي سيمون انت براسك كتقول الضغوط ما كيولدوا والو وانت فريمون ضغط علينا وكتقول لينا فيق بكري وقرا قرا قرا انت هو سبابي حتى وليت كنفيق معطل ومي كنشوفكم فايقين بكري كنزيد كنكفر وكنزيد كننعس وكتزيد كتضغط علينا بديك خدم 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 وتتعرف راه الانسان غادي انا نقول هذه الجمله هذه كنعرف باللي الا ضغطت على شي واحد ما تعطيك النتائج. فهمتي ماشي فريمون بعض المرات لا قلت تادير لان فريمون كنضغط بزاف مي فريمون والله حتى السبب ديال الضغط ديالي هو فهمتي الغير لان كنقول الماكسيموم بوسيبل ديال الدراري وي بزاف الدراري غيروا حياتهم ما خصني كثر غيروا حياتهم خصني من اللي قدام بزاف ديال الدراري مغاربه بزاف وكثر 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 فريمون حنا في واحد الزمن زوين المعلومه موجوده مفرنا شحال من حاجه ما لقاوهاش والدينا ما عرفتش ما بقيتش عاوتاني باغي نقول ديك الخدمه فيق بكري تقاتل دير فعل مي فريمون فريمون راه ما كاين حتى شي حاجه اخرى من غير هادشي راه اي مضفكر من هاد المضفكرز اللي عايش شنو اللي انا واحد منهم تيبان لك دار شي حاجه في حياته راه كان عطاه الخدمه يقدر يجي يمثل عليك ويتسمثل عليك ويقول لك لا راني دابا راني عايش يقول لك دابا انا راني عايش راني في روسيا مساري راني مسركال كذا خدام واخا يكون مسافر خدام ولا ما كانش خدام عنده شي امه البشر خدامين عنده الخدمه ديما طاريه راه كاينه غير الخدمه هادي هي اول حاجه اللي تجمع القاسم المشترك بين كاع المدفكرز اللي كتشوفهم داروا شي حاجه في حياتهم وكتحسدهم وكتحقد عليهم واخا ما بغيتكش تحسدهم ولا تحقد عليهم راه ممكن دير ما احسن منه. القاسم المشترك بيناتهم راه هما كيخدموا 80% خدمه كتبقى 20% هي داك التوجيه يقدر يكون عنده شي مينتور الكتوبه المعلومه حتى هي مهمه ولكن راه الا كنتي كتخدم شنو غادي يطرى عاجني نجي نقول لك شنو غادي يطرى الا كنتي كتخدم وكطير وعندك 10 المعلومات هما المحل الاحتمال اللي ممكن كاع يكون جمعتي 10 المعلومات طرتي خدمتي جربتيهم ب 10 غادي تلقى جوج خدامين 8 ما خدامينش غادي تلوحهم وغادي دوز غادي تفرقع الدنيا بدوك جوج اللي خدامين وغادي ترون الدنيا وتنتا توصل عليها. كنقول لك راه الاساس هو ديك الخدمه اللي ما بقيتش كاع باغي نقولها فهمتي معايا كنحس براسي كنضغط على الدراري وفريمون ما حاملش نضغط على شي واحد والله يسر لكل واحد والله يوفق كل واحد مي فريمون والله حتى قلت الغيره مالها لا يقلب ولا يشقلب شي لان انت ملي كتميزي على بياسه وحده باش تلعب ماتش واحد باش تقدر تربح ولا تخسر فيه وما تيميزيو على 10 الماتشات وتيخدموا فيهم ب 10 باش يقدر يخسر في 8 ويربح في 2 يكفي انك تربح اي ماتش واحد تفرها في حياتك. وملي كنقول القضيه ديال صدقات ليه وعطات ونساء لان هذيك هي اول حاجه ممكن تخرج عليك في حياتك عليها فريمون كتلقاني شاد في هذه النقطه هذه ديال عطات وصدقات ليه كذا هذه اول حاجه من العقليه ديال الفقر اللي خصك تنسى لان هذا الشيء ما عنده باش يفيدك وكان هذا يفيدك غادي نخليك
لانه واخا يكون داك خونا شفار وقمار ودير لها كيف ما بغى، فهمتي انت تشوف شفار ولا كاع يمشي معاك الابد الحدود يكون كيبيع كاع المخدرات، راه ما ساهلش باش يوصل داكشي اللي وصل ليه. راه اي مدا فاكر بانت لك عنده شي حاجه راه تعب وعرق عليها، سوا دارها بالحلال ولا بالحرام. مشي معاك مثلا الاخ يبكى، ومثلا داك السيد تنعرفو شي يبيع المخدرات وواصل، راه ما ساهلش. راه الريزو ديال العلاقات اللي عنده واللي خلاته يوصل لديك المكانه واللي خلاته يوصل لواحد المستوى ديال الثقه واللي خلاته يخضر على الخدمه 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 وسنين ديال الخدمه، وزيد عليها الضغوط النفسيه اللي عنده، وزيد عليها الريسك اللي عنده، وزيد عليها الصداعات اللي عنده، وزيد عليها هذيك فهمتي تعيش ديما منوي وديما راه كاين واحد النهار غادي يجيو يقرقبوا عليا. هذا الشيء راه تندو على نيفو كبير، اما دوك تيبيعوا في راس الدرب هذوك راه عنده غير، اما اللي تيبيعوا في راس الدرب هذاك راه كيتشد كيتسنى غير الحبس، هذاك ما عمره غادي يوصل شي نيفو كبير. انا كندوي لك دابا على فهمتي اللي كتشوفوا مواصلين وتبغي تكذب على راسك تقول لا راه غير شفاره، راه تبغي ديما تبرر على راسك راه داروا شي حاجه اللي غالطه عاد وصلوا، راه تكون غالطه ولا صحيحه راه كاينه الخدمه 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 كاينه شي حاجه كتجي بالسهوله. انا عاود لك عاوتاني، اي مضفاكر كتبان لك عنده شي حاجه مزيانه راه خدم وعرق عليها وتقاتل عليها، ما كتجيش ما تطيحش من السماء. الحمد لله حنا تزادينا في واحد الزمان زويون، الانترنت وفرات فهمتي وفرات واحد قتله ديال فرص العمل. الا كنتي ديزاينر غتخدم في الانترنيت، كنتي كدير الفيديو ايديتينغ تخدم في الانترنيت، كنتي باغي تتعلم الميديا باينغ يعني فيسبوك ادز غتخدم في الانترنيت، كنتي كدير الترجمه غادي تخدم في الانترنيت، كنتي كدير غير الكوبي رايتينغ وتتكتب مثلا شي نصوص كاينه لك خدمه في الانترنيت، غتخدم مع ناس من جميع دول العالم. الانترنت وفرات شي حاجه اللي ما كانش في ذاك العهد ديال والدينا. غير الديزاينر، شوف تيم فورست شحال من ديزاينر مليونير، كاين واحد ولد صفرو مغربي مليونير في تيم فورست، كاين مثال عربي اللي ماشي مليونير فات 1 و 2 و 3 مليون دولار، مصري مصري من واحد البلاد كفس من بلادنا. انا من الناس اللي كنت كنقول راه بلي المغرب، راه ملي كنت صغير اش كنت كنقول، كنت كنقول بلي المغرب صعيب تنجح فيه، ولا نجحتي فيه راه تنجح في اي بلاد في العالم. ملي سافرت لمصر وشي بلدان اخرين صاي سكوت، داكشي اللي شفت الصات راه صعيب، مصر الحياه صعيبه لا علاقه مع المغرب. هو واحد مصري ديزاينر سميتو فؤاد بداوي، عنده واحد تيم ديال ووردبريس سميتو عاد ولا نشطر راجي عاد ولا نشطر راجي سميتو صحيفه، وي سميتو صحيفه. هاد الديزاين هذا بوحدو قادو وباع منو الالاف ديال لي كوبي في العالم، وانا شاري منو ثلاثه ديال لي كوبي بالمناسبه. هاد لي كوبي هادو اللي باع دار بهم اكثر من مليار، من التيم بوحدو عنده بزاف لي تيم وعنده بزاف ديال لي برودو. لا بليز بليز ما بقاش نقول لك الخدمه الخدمه الخدمه، شوف شي حاجه تعلمها واعطي فيها، راه توفر بزاف ديال الفرص. راه كاين واحد السيده سميتها ناتاشا نيكسون كانت هي كتكتب هي مقالات، من بعد ولات خدمت معها بزاف الناس كيكتبوا مقالات، يعني هادي هي كاتبه من دوك الناس اللي كيكتبوا. كنت فهمتي انا كنخلصها دولار وجوج دولار، ومن بعد رفعت الثمن رطاتو 5 دولار في واحد الفوروم، دابا راه ولات مليونير فهمتي، يعني من الكتابه ولات مليونير. الساط ولا الساطة تاعي مع البنات، تيقول لك علاش ما كدويش علينا حنا البنات، الدومين هذا ما فيه لا بنات لا ولاد، الدومين هذا بالعكس كاين واحد الديمقراطية في الانترنت اللي ما كاينش فرق ما بين الولد والبنت، وما كاينش الفرق ما بين الابيض والكحل، وما كاينش الفرق ما بين الديانة، حتى شي فرق ما كاين في الانترنت. الانترنت كتعرف شنو باغي دير وشنو كتعرف دير، دخل ديرو وخلي الناس تفوطي عليك، وخلي الناس اللي تحدد القيمة ديال الخدمة ديالك واش محتاجينها. فريمون الانترنت وفرات واحد الفرص، عرفتي كل اللي قالوا والدينا ما عرفت حنا فين كنا غادي نكونوا، ما نستغلوها حنايا. نرجع عاوتاني لاخر نقطه اللي قلتها هي، كنعتذر للاخوان اللي فهمتي كيحسوا اني راه كنبسز عليهم فهمتي، كنفرصي عليهم كنضغط عليهم، كنعتذر وفهمتي ما والله لا هي الغيره اللي كديرها فهمتي، الغيره كتشوف الدراري كيضيعوا، والله ما كتبغيش تشوف الدراري كيضيعوا. فريمون الفرص اللي عندنا كثيره كثيره بزاف، والدينا ما لقاوش حتى 1% من هادشي اللي عندنا. فريمون ما كتبغيش تشوف الدراري كيضيعوا، الدراري فهمتي باقيين شباب وباقي عندنا كلشي وعندنا كلشي، مي كما كنقول ديما هاد المشكل ديال العقليه فهمتي، ما العقليه التوجيه ما كاينش، وما كتمشيش عند الشخص الصحيح طلب منه المعلومه، واخد المعلومه من عند الشخص الغلط، واللي دوا معاك كتحس انه بغى يقول بك وراك منوي وراك زعما راك ترد البال وراك. اخر مره راجع من المغرب للتايلاند راكب في الطياره وركبت حدا واحد المغربي، وبيان سور غادي يبقى يسول فيا فين غادي، قلت ليه غادي للتايلاند، حتى انا غادي للتايلاند،
ممكن نسولك؟ قلت لها هي مرحبا تفضل سول اللي بغيتي. بيان سور ما عرفنيش، والحمد لله انه ما عرفنيش، وما كنبغيش كاع نكون كندوي مع شي واحد كيعرفني اصلا. كندوي انا وياه فهمتي، هو يقول لي شنو كدير تما غادي عطله؟ قلت له لا راه انا خدام تمايا وراني سنين انا تما، حسيت معاه ولا رد معايا البال ولا تي. قال لي انا راه درت لهم واحد اللعيبه وعطوني فيزا ديال عام. قلت له فيزا ديال عام كتعني انك بعد 3 شهور خصك تخرج، وما حملنيش ملي قلت له بعد 3 شهور خصك تخرج. انا كنقول له القانون شنو فيه؟ قال لي لا ولكن انا راه عندي الروتور بعد عام. قلت له واخا ما تعني هادشي حتى شي حاجه. قلت له واحد النصيحه عندك تقول الروتور بعد عام، عندك الروتور بعد عام السيد ملي توصل عنده، ملي توصل ليميغراسيون عندك تقول لهم هاد الجمله هادي. حسيت بحال ما حملنيش، بحال بان لي زعما راه اجي يجي نفس عليا هنايا وانا باغي نجري عليه وباغي نتفك منه وكتيحسوا ديما. قلت له شنو غادي دير في تايلاند؟ قال لي لا ما عارفش. قال لي انا جمعت 3 مليون ومسافر لتايلاند تيقولوا راه فيها الخدمه. قلت له السطر ما كايناش الخدمه ولا جدوك البوليس تجي يمرتوك مزيان. قال لي وانت كي دير تخدم تما؟ جبت له الورك بيرميت، جبت له الورك بيرميت وريته ليه. قلت له انا راه مسموح لي نخدم تما، وخونا كنحس فهمتي بحال هو تيحس، هو اللي كيحس انا راه ما حاملوش وباغي نسطرو بحال البلاد ديالي، وانا راه كنوجهو التوجيه الصحيح. هو فريمون هو اللي كان كيسد الباب، اما انا كنت باغي نزيد نعاونو. ما خونا بديك العقليه ديال القفاز وبالطريقه باش كنت كندوي ليه بلي راه ما كايناش خدمه وداك الشيء، حس بحال انا كنسطرو، انا كنشارك معاك الواقع الصراحه. المغرب كون بقيتو بديك 3 المليون ممكن دير العجب وانت في المغرب، ما ممكنش ديرها في هاد البلاد هادي اللي انا فيها. المهم خونا بقى تيقول لي بالقانون بالقانون، هو راه ما عارف القانون والو. انا ما عزيزش عليا نبقى نتناقر مع شي واحد، درت صافي دوزت الهضره ديالو. بقى تيقول لي لا بالقانون انا عندي فيزا ديال عام، وبالقانون انا عندي الروتور بعد عام، وبالقانون خاصني نقلب. قلت راه اجي وصلت اجي طرا لي شي مشكل. قلت ليه شوف راه اللي عندك الحق هو خاصك تجلس بعد 3 شهور، ولا سولوك في ليميغراسيون قول لهم راه الروتور الا قال لك الروتور فينا هو، ولا راه الروتور عندي فليكسيبل هيديرو بعد عام وراه غادي يردوه من دابا شهرين قولها لهم. انه هو قافز وحس بان راه باغي نقلب. واش قال لي؟ قال لي لا الا قلت لهم هاد الهضره هادي راه غادي يضربوا لي شي طومبو فيه شهرين وشويه باش نخرج بعد شهرين وشويه. لا انا غادي نقول لهم بعد عام، والقانون كيسمح لي بلي نجلس عام لحقاش عندي الفيزا فيها عام والروتور عندي بعد عام. قلت له اوكي اخونا الله يسر لك، انت راك عارف القانون حسن مني انايا. انا 5 سنين هنايا، 5 سنين مع المحامين، 5 سنين مع الميغراسيون، 5 سنين طالع نازل، 5 سنين ديال الاقامه، 5 سنين ديال الفرع الصداع الميغراسيون طالع نازل، ما قلت ليش هادشي. حيتاش ديما عقلية القفز ديما كيحس، هاد هي العقلية باش كبرت انا، ديال ديما الاخرين بغاو يقلبوني، راه ما عندهم حتى شي مصلحة باش يقلبوك. ديما الاخرين بغاو يشمتوني فغيمون، ملي وصل شنو طرا ليه ردوه في حالو بكل سهولة، ردوه في حالو. خونا مع النزلة مشى فرحان، مشى كيجري لي ميغراسيون، كيبان ليا بقى واقف مجمع معاه تيدو تيدو تيدو. هذاك خونا شوية تيشوف فيه الشوات ماشي هو هذوك، عيط له على البوليس جاو جروه فهمتي. بقيت كنتسنى في الباليزه ديالي تجيو يبان حتى هو ما بانش. راه هكا كيطرا لك بزاف د المرات، واخا تلقى الناس اللي يعطوك التوجيه الصحيح كتكون انت رافض اصلا داك التوجيه، لان تقول راه بغاو يقلبوني بغاو يشمتوني، ما يمكنش يعطوني المعلومه فابور، ما يمكنش اصلا بغاو يشمتوني، وما عندهم حتى مصلحه باش يشمتوك ويضحكوا عليك. anyway كنعتذر الاخوان سمحوا لي بزاف. الا كنت كنضغط عليك في الفتره اللي فاتت سمح لي بزاف، الاسلوب غادي تبدل من هنا لقدام. anyway ما بغيتش نقول والو، طلع لي فراسك بالتوفيق.